الأربعة كيلو مترات. أنطلق هنا مع مقدمة هذا الشوط لأجد شاهين يحتل المركز الأول وينطلق بشعار سعيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري، هو من يتقدم ويحتل المركز الأول. الانتقالة تأتي على المركز الثاني، اللي يحتل المركز الثاني هملول لحمد بن معيوف بالكدش الكليلي هو من ينطلق مع المركز الثاني، بينما الدور على المركز الثالث لأجد مشقي لعبد العزيز بن صالح بن حمد بوشريدة هو من ينطلق مع المركز الثالث، ولكن حصل دخول وتسلل هنا مع الفائز لعلي بن راشد بن علي البريص المري ليغير الفائز إلى المركز الثاني، وبكل تأكيد طموحه الفوز. أتابع المركز الرابع لنصل إلى سبر للسيد محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي، وسبر يسبر المقدمة والطليعة، بينما المركز الخامس أجد السعدي ينطلق في المركز الخامس للسيد محمد بن خالد العطية شعار صبر من توجت بناموس الشوط الثالث في صباح هذا اليوم. هذا هو إذن نداؤنا الأول، وأعود إلى الفائز. الله الله الله، الفائز يغير وينتقل إلى المقدمة، ولكن الكليلي مع هملول، هملول والسلالة الهملولية الغنية عن التعريف هي تنطلق مع المركز الأول مع بالكليلي الكليلي اللي هو بن معيوف اللي يقدمه في المركز الاول، احمد بن معيوف بالكدش الكليلي، ولكن براق، شوفوا براق يتسلل الان ليختطف مقدمه هذا الشوط للسيد علي بن محمد بن حمد الفهيده المري، هو اللي اختطف مقدمه هذا الشوط، واسمه براق، اسمه براق هناك يبرق ويلمع على مقدمه هذا الشوط، ولكن شوف شوفوا شعار بن عقيل شعار العزرة يتدخل مع جبر، جبر الآن يجبر الأمور وبالتالي يجبر المشاركين على الانصياع لأوامره، وبالتالي هو الآمر وهو الناهي. جبر يقدم الآن العرض الذي يدفع به إلى مقدمة هذا الشوط بانطلاقة وبشعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل. اذا سالم بن محمد بن طالب بن عقيل ينطلق مع جبر في المركز الاول، المركز الثاني براق علي بن محمد بن حمد الفيده المري، الله يا براق، بينما الفائز هو من يحتل المركز الثالث لعلي بن راشد بن علي البريص المري. شوفوا الدخول القوي، الدخول مع مغادر اللي بدا الان يغادر المراكز ويحتل المركز الرابع، ويريد أيضا أن يغادر موقعه إلى موقع الناموس. مغادر يحتل المركز الرابع علي بن صالح بن حمد بن جرحب، أما المركز الخامس فهنا يأتي كفول سيد عيسى بن محسن بن حزام بن ديلة المري. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى، وأعود إلى جبر. يا سلام، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل يسيطر على المركز الأول ويفصل على خط النهاية. 1200 متر، 1200 متر هي المسافة التي تتبقى على خط النهاية، فأوصيك يا جبر بالصبر. الله الله، إذا جبر على المركز الأول، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وها هو يفتتح الكيلومتر الأخير. تحرك الفايز، الفايز يتحرك في المركز الثاني ويشكل الضغط الكبير. علي بن راشد بن علي البريص المري، الله يا براق، اقولها مره ثانيه ومره ثالثه، الله يا براق. شوفوا براق علي بن محمد بن حمد الفيده المري يرفع رايه التحدي وينطلق الى المركز الثاني، ولكن يا سلام
اليوم وصل مبلش وانطلق معه المختبر. هذا هو المختبر ينطلق في المركز الثالث، خليل بن ناصر بن منصور آل خليل الشهواني ينطلق المختبر في هذا الاختبار الصعب. أما المركز الرابع فهو مبلش، ولكن أعود إلى جبر، أعود إلى براق، أعود إلى المختبر. المختبر المختبر هو من نجح في الاختبار حتى هذه اللحظات. المختبر يغير إلى المركز الأول وينطلق مع شعار خليل بن ناصر بن منصور آل خليل الشهواني. يا سلام، ونجح المختبر، ونجح المختبر في هذا الاختبار رغم ضغط براق وجبر، إلا أن المختبر يعلن بمغادرته بناموس الشوط الرابع. تهانينا تهانينا للسيد خليل بن ناصر بن منصور آل خليل الشهواني ممثل المسير الذي قاد المختبر في هذا التحدي. سلام يا المسير سلام. المركز الثاني براق للسيد علي بن محمد بن حمد آل فهيد. المركز الثالث جبر سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. وفي المركز الرابع جاء مبلش لعلي بن محمد بن حمد آل فيدان المري. والمركز الخامس اللي هو مهند لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. مشاهدينا الكرام، هكذا اذا المختبر يدخل في هذا الاختبار، ولكنه يحقق العلامة الكاملة ويحقق النجمة في هذا الشوط. التوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية 70 جزءا.